المذهب المنهاج، ويعني نخفف الوطأة جدا اللي جاي فيه صعوبة. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر. ولا يجوز، وقفنا عند هذه صحيح، ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر، أي من جنس الأول. وهذا في الجديد، القديم قال يجوز. وإن وفى بهما، وإن وفى بالدينين، كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن. وأما في القديم فقالوا بالجواز، والجواز هنا وجهة النظر الفقهية على تجاوز الزيادة على الرهن بدين واحد، لأنه يمكن في الرهن أن يستزيد. وقلنا بأن المتولد من الرهن يكون مرهونا، فلما قال بالجواز قال يجوز له أن يرهنه بدين آخر، يجوز له أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر. والحق الفرق بينه واضح في ذلك، والجديد هو الصحيح، وإن كان كثير جدا القديم يكون أصح، لكن الجديد هنا هو الصحيح. فلماذا القطع بالجواز بعدم الجواز؟ أما لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والوفاء معا، فالمذهب القطع بالجواز، لأنه من مصالح الرهن لتضمنه الاستفاء منه عند الحلول. قال المصنف: ولا يلزم، أي من جهة الراهن، ولا يلزم إلا بقبضه، يعني الرهن لا يكون رهنا صحيحا إلا بالقبض. والأصل في ذلك، ما الدلالة على ذلك؟ الآية، قال الله جل وعلا: فرهان مقبوضة. ولأن الأصل هذا عقد اشتب من النظر، هذا من الأصل، لأنه لا يلزم إلا بالقبض، قلنا للآية فرهان مقبوضة، هذا بالأثر. طب من نظر، من نظر أنه لا يلزم الرهن إلا بالقبض، من نظر. نعم طبعا، أقول هذا عمد إرفاق. من الذي قال بذلك؟ سلفي. سلفي رائع رائع، جزيت الجنة، لكن ما أتانا ولا سلفي ولا خلفي، هذا متأخر جدا، ما جاء أو ما جاء، جاء أنا عندك أسرع أنت. شيء ليش اتمسح؟ معناها الإجابة السديدة، تذبذب فيها، لا رائع، الإجابة رائعة. نعم، لأنه عقد إرفاق، لأنه عقد إرفاق فصار كالهبة، عقد إرفاق فشابه الهبة، فلا يلزم إلا بالقبض. وعقد الإرفاق يحتاج إلى القبول، فلازم إلا بالقبض. نعم، القرض والبيع. ممن قال ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده، إلا بقبضه، ومخاطر أيضا قاطع عقد إرفاق بزلخ، ممن يصح عقده، أي قابضا كان أم مقبضا، فلا صح من الحجور عليه الفقدان الأهلية. يبقى إذن يقول هنا شروط، الشروط توفى لابد أن يكون ممن يصح عقده، أن يكون ممن يصح عقده، وكما قلنا في شروط البيوع، أن يكون مكلفا، وأن يكون غير ليس طفلا ولا صبيا ولا مجنونا ولا محجورا عليه. قال ممن يصح عقده وتجري فيه النيابة، يعني عقد الرهن يجري فيه النيابة، ممكن يوكل أحد على ذلك، وتجري فيه النيابة أي من الطرفين كما يجري في العقد، يعني المرتهن ينيب، ينوب عنه أحد في القبض، وأيضا الراهن ممكن يوكل من يقبض الوكيل المرتهن أن يقبض الرهن، لكن لا يستنيب أي المرتهن الراهن أي في قبضه. لما لا يستنيب؟ أنا بيّنت ذلك والله صحيح سابقا، ولكن لا يستنيب المرتهن، يعني لا يستنيب الراهن في القبض. لما؟ لأنه ما شكتب في قول لا يستنيب، قال سيكون أصيله وكيل، ممتاز صحيح، ممتاز لفضة فوق، لكن لا يستنيب المرتهن الراهن أي في قبضه لنفسه. لما؟ لأنه سيكون اتحاد القابض والمقبض، والمقبض فهو يكون هنا وكيل أصيلا وكيلا، وهذا ممتنع إلا ما دلت الأدلة على ذلك من الاستثناءات. ويستثنى من ذلك ما لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط، فوكله مرتهن في القبض من المالك، فيصح الانتفاء ما سلف، اللي هو اتحاد القابض والمقبض. قال ولا عبده، يعني عبد الراهن، يعني سمي عبد الراهن، لأن يده يده، لأنه لو وكل عبده في ذلك فهو يد من؟
يد السيد، يد يد السيد اللي هو يد يد الراهن، فلا يصح. نعم تفضلي. قال وفي المأذون له وجه، الانفراد باليد والتصرف كالمكاتب والأصح المنع. لما؟ كما قلنا الاتحاد القابض المقبوض والمقبض، ويكون الوكيل نازل منزلة الأصيل، والأصيل نازل منزلة الوكيل. وتفريع على التأصيل بصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما في سبق في البيع، على وهو التخلية. القبض هنا في التخلية، التخلية فقط. نعم. واضطرد الخلاف في كون التخلية في المنقول قبضا، وعن القاضي القاطع بأنها لا تكفي هنا، لأن القبض مستحق هناك. قال في الشامل وإن خلى بينها وبين الدار وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار، خلافا لأبي حنيفة، ونقل عن صاحب البيان وأقره على ذلك. قال ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمضي زمن إمكان القبض. فهمتم ذلك؟ المرتهن عنده وديعة، فجعل الوديعة إيش؟ رهنا. أو زيد غصب ذهبا أو دكان الرجل وكان قد اقترض منه 100,000، فجعل المغصوب رهنا. يبقى جعل الوديعة رهنا وجعل المغصوب رهنا، جعل الوديعة رهنا أو جعل المغصوب رهنا. قال لو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمضي زمن إمكانية القبض، لأن دوام اليد كابتداء القبض، دوام اليد كابتداء القبض، فلا بد من زمن يتصور فيه ابتداؤه، وفي اشتراط المصير إلى موضعه إذا غاب أو مشاهدته خلاف، والأصح المنع إذا لا فائدة فيه، ويكفي أن الأصل بقاؤه. الحق في هذا الباب أنه يمضي زمن، على أنه نقول الزمن لو كان مثلا في هذا الزمن أن الرجل بعيد عن البيت وقال له أنا أريد رهن، بعدما أعطاه القرض أريد رهن على القرض، فقال الوديعة التي عندك صيرها رهنا، فهنا لابد أن يمضي زمان مقدر بأنه يرجع إلى البيت يفتح الصندوق يخرج الوديعة ويجعل ويضع مكانها مرة ثانية. فهمتم؟ فيكون هذا معنى زمان القبض، يبقى لابد من زمان يكون قبض فيه، حتى نقول بأنه لو مر هذا الزمان، وهذا الزمان بنقول أن يكون قابضا، فلو مر هذا الزمان يكون قابضا، يكون القبض. قال المصنف رحمه الله تعالى والأظهر اشتراط إذنه في قبضه، والأظهر اشتراط إذنه في قبضه، لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يجري تعرض للقبض بحكم الرهن. والثاني لو اشترط، لأن العقد مع صاحب اليد يتضمن الإذن في القبض، قالوا العقد يتضمن إذن القبض، والأول أصح. قال ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب، يعني يكون غاصبا ويضمن في مسألة الغصب، لأن الرهن لا ينافي الضمان بدليل ما لو رهن شيئا فتعدى فيه لا يبطل الرهن. ما معنى هذا؟ أنا أريد ما معنى قوله ولا يبرئ ارتهانه عن الغصب؟ لا، هنا الآن ولا يبرئ ارتهانه عن الغصب، يعني سيكون ضامنا، يكون ضامنا في الحالتين، يكون ضامنا للغصب، لأن الغصب تفريط تعدي. قال ويبرئه الإيداع في الأصح، ويبرئه الإيداع في الأصح. لما؟ ويبرئه الإيداع في الأصح، لأن الوديعة تنافي الضمان فتضمنت البراءة، الوديعة تنافي الضمان فتضمنت البراءة، والثاني لا يبرأ كالرهن، والصحيح أنه يبرأ، ولأن يد المودع يد أمانة، يد المودع يد أمانة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة، وهذا ظاهر في هذا الباب. يحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف، يعني هو الآن أراد أن يجعل 100,000 يجعل له السيارة رهنا، وحصل الإجابة القبول في ذلك قبل القبض، أجر السيارة لعمر، فتصرفه بالإجارة معناه الرجوع عن الرهن، ولأن قلنا الأصل أن الرهن يلزم به، يلا الرهن يلزم به بالقبض، الرهن يلزم بالقبض، فلما حصل إجابة القبول لم يقبض فأجرها قبل، فهذا رجوع منه بأن يجعله رهن، هذا رجوع منه بأن يجعله رهنا. أو اقترض زيد من عمرو 100,000
فقال أقرضك 100,000 على أن ترهنني بيتك، أنت لا تجلس فيه وخاري الآن. قال نعم، وحصل إجابة القبول. ثم استدعى أخته أو عمه فأجلسه في الشقة وقال هي لك ولعقبك، جعلها عمرة وركبة. فهنا تصرف فيها بإيش؟ بالهبة. وهذا التصرف هذا التصرف رجوع عن الرهن. حدث الإجابة القبول، قلنا الرهن لا يلزم إلا بالقبض، والدلالة فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. نعم. قال وبرهن مقبوض، يعني يحصل الرجوع برهن مقبوض، تعلق حق الغير فيه، يعني لا يجعل رهن مقبوضا يقول يجعله إيش؟ رهنا. فالرهن المقبوض هذا رجوع فيه. قال وبرهن مقبوض تعلق حق الغير، فإن لم يقبضه قال في البيان أيضا هو الرجوع على المشهور، لأن موجبه ينافي الرهن. وعلى تخريج الربيع الآتي إن شاء الله في التدبير سيكون ظاهرا في مسألة المدبر لا يكون رجوعا. وهذا ما قال المصنف. قال عقد لازم؟ عقد ليش؟ عقد الرهن لازم. لازم نعم، من طرف، لأنه صح الرجوع فيه قبل القبض، فهو جائز من طرف، من وجه، من طرف، ولازم من طرف بعد القبض. لا خلاص بقى انتهى من طرف. قال وكتابة براهن مقبوض وكتابة، يعني ايه بكتابة؟ بكتابة هنا يعني عبد مكاتب، مكاتب فلا صح رهنه، تعلق حق الغير به. وكذا المدبر في الأظهر لمنافاة مقصود التدبير، لأن ما طبعا مقصود التدبير هو لمنافاة مقصود التدبير مقصود الرهن وإشعاره بالرجوع، لأنه المدبر قد يموت الرجل في لحظة فيصير عتيقا فينتفي حظ المرتهن وحق المرتهن في الاستساق لدينه للمال لماله. هذا قال في الأظهر إذا في خلاف في المذهب. والثاني لا، لأن الرجوع عن التدبير ممكن، وهو قول مخرج مقيس. قال وبإحبالها إلى الوطء، لأن ليس سبب لزوال الملك، وبإحبالها للوط لأنه ليس سببا لزوال الملك. قال والتزويج، كل هذه التصرفات التي يقول فيها الرجوع. قال والتزويج إذ لا منافاة لأن الرهن المزوج والمزوجة جائز ابتداء. قال والتزويج إذ لا منافاة لأن الرهن المزوج المزوج والمزوجة جائز ابتداء. قال المصنف ولو مات العاقد أي راهنا كان أو مرتهنا قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح. لما لو مات العاقد؟ لو مات العاقد فإنه لا يبطل عقد رهن. لما؟ لأن العقد مصيره إلى اللزوم، حتى ولو مات العاقد فمصيره إلى اللزوم فلا يتأثر بالموت، كالبائع في زمن الخيار. أما مقابله أنه جائز كالوكالة، الوكالة تنفسخ بإيش؟ بالموت، لأنها جائزة. وأما في الثانية وهي الجنون والتخمر فهو مرتب على الأولى، فإن قلنا لا يبطل فهنا أولى، وإلا فالوجهان الأصح عدم البطلان. وأما في الثالثة بالقياس على ما لو كان ذلك بعد القبض، وجه مقابله اختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه. ووقع في بحر القمولي وجواهري أن الرفع في المحرر صححه ووهم فاجتنبه. أما إذا تخمر بعد القبض فإن الرهن يبطل على الصحيح لخروج عن المالية، فإن عاد خلا عاد الرهن. لما؟ لأنه لو عاد بفعل الله صار خلا وصار حلا وبلا. والمضي بطلان الأول وارتفاع حكمه ما دام خمرا. وأما في الرابعة فالخلاف فيها من تخريج الإمام، لأنه عاد إلى حالة يمنع ابتداء الرهن فيها.
وهو إباق العبد. وأما في الرابع وهو إباق العبد فالغاية فيها من تخريج الإمام لأنه عاد إلى حالة يمنع ابتداء الرهن فيها. وقوله في الأصح والصحيح في الثالثة والرابعة، أما الأولى والثانية فينبغي التعبير فيها بالمذهب لا بالأصح. نقف عند هذا. وليس الراهن المقبض تصرف يزيل الملك، وهذا الذي نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. اتفق على قرض مقابل رهن وأبى المقترض تسليم الرهن، فهل للمقرض أن يغصب الرهن؟ سؤال ماتع. أعيد عليه مرة ثانية. اتفق على قرض مقابل رهن ماشي، وأبى المقترض تسليم الرهن، فهل المقرض أن يغصب الرهن؟ جائز بشرط عدم التهم، وهذه اسمها مسألة الظفر. جائز بشرط عدم التهمة، إنه لا يتهم ولا يأتي يشوه سمعته وكذا، جائز مع ذلك. يقول أرض مرهونة مقابل دين، فهل يمكن خلال مدة الرهن استغلال الأرض بالزراعة؟ لا يجوز، وهذا ربا، ويكون من باب القرض لجر النفع. لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا في حالتين، الركوب والحلب فقط. لا يجوز إلا في الركوب والحلب فقط، وهذا مقابل النفقة. لقوله الرهن مركوب بنفقته ومحلوب بنفقته، وعلى الراكب المختلف النفقة.